السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي بقى نحول اللوحة بصيغة تشتغل على جوجل إيرث، تمام؟ وإزاي نعرف نفتح اللوحة بتاعتنا من على السيفل، نفتح جوجل إيرث عليها يعني. فإحنا هنتعرف إزاي نعمل الخطوتين دول مع بعض. دلوقتي إحنا عندنا لوحتين، أول لوحة اللي هي اللوحة بصيغة WGS 1984، تمام؟ ولوحة تانية بصيغة عين العبد، اللوحة المحلية. انا حولنا الاتنين دولت قبل كده، فاحنا النهاردة عايزين نتأكد ازاي ان اللوحة اللوكال هي لما نحط اللوحة التانية اللي هي WGS 1984 الاتنين على جوجل ايرث يطلعوا الاتنين متطابقين، تمام. اول خطوة هنفتح اللوحة الاولى هنشوف اللوحة دي بصيغة ايه. هنيجي هنا عند سيتنج، هنيجي عند دروينج، كليك يمين، دروينج سيتنج، ديتم UTM WGS 1984 زون 37.5، تمام. يبقى دي اللوحة، نسيفها. يبقى دي اللوحة الأولانية بتاعتنا اللي هي بزون 37.5 WGS 1984، هنا رود ليبل عين العبد. هنفتح اللوحة التانية، هنبص عليها سيتنج، هنجي هنا كليك يمين إيديت دروينج، هنلاقيها سعودي أريبيا عين العبد UTM زون 37. أوكي تمام. لما احنا دخلنا الطيطم هنا احنا نقدر حاليا ان احنا نشوفها من على جوجل ايرث واحنا فاتحين السيبل 3 دي. هنيجي مثلا احنا بقى في الهوم، فهنلاقي هنا ان علامة، اول ما بنغير الطيطم بنلاقي هنا علامة اسمها جيو لوكيشن، هضغط عليها وبعد كده هاجي هنا هفتح الماب. اول ما افتح الماب اللوحة تلقائي هتتحول ويفتح على جوجل ايرث. نشيك هنا المحطة، تمام كده الشغل بتاعي تمام جدا ورابط معايا حاليا على المكان المظبوط بتاع المحطة. طب ده نظام عين العبد. لو انا عايز اشوف التاني اللي هو بنظام WGS 1984، هنيجي هنا برضو هنفتح جي لوكيشن، هنيجي هنا نفتح اللوحة نشوف هيجيب ازاي. هنلاقي الاتنين متطابقين جدا، الاتنين متطابقين بالظبط. عايزين نحط الاتنين فوق بعض عشان نتأكد. هنعمل حاجة، هنيجي هنا احنا فاتحين لوحة WGS 1984، هنيجي هنا نفتح تول بوكس، ومن تول بوكس هنفتح هنا وبعدين هنفتح اكسبورت كي ام ال، وهنا عند اكسبورت كي ام ال هنضغط يمين وبنعمل اكسكيوت، تمام. هنسمي اللوحة WGS 1984 ونعمل نيكست ونعمل نيكست ونعمل نيكست، ونيجي هنا عند كده نعمل دروب اوبجكت ان جراوند ونعمل نيكست، اختار المكان خليها على الديسكتوب واختار اسميها WGS 1984 root، تمام. وبعدين اعمل سيف وبعدين اعمل اكسبورت. وبعدين اعمل فيو، هيحولني تلقائي الفتحة على جوجل ايرث. هيفتح جوجل ايرث اللوحة WGS 1984، اضغط هنا عشان ازوم. تمام، جايبة معايا مظبوط، محطة ابراج كل حاجة تمام. طب انا عايز اشوف الملف التاني اللي هو بصيغة عين العبد عشان اتاكد ان تحويلي مظبوط، يعني تحويلي كشغل احداثيات عين العبد لما احول دبل جي اس 1984 الاتنين يجوا مظبوطين. اضغط هنا نفس الموضوع، اتاكدنا خلاص ان هو عين العبد، اتاكد تاني كليك يمين اديت دروينج سعودي اريبيا عين العبد يو تي ام زون 37. اوكي خلاص هنيجي هنا احنا خلاص فتحنا هنا اللوحة، عايزين نخرجها هنعمل تول بوكس، من تول بوكس هنعمل اكسبورت كي ام ال ونعمل اكسكيوت وبنعمل نيكست 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 دروب اوبجكت اون جراوند نيكست اكسبورت، اختار المكان ديسكتوب هنسميها رود ليفل عين العبد، وبعمل سيف وبعمل اكسبورت. وبعمل فيو، تمام الاتنين جم. هتأكد الاتنين تمام والاتنين فوق بعض. تأكد ازاي؟ هنزوم هنقفل WGS 1984
تمام، هي باينة هنا في الخط اللي هنا، شوف احنا شلنا الاتنين، هنحط دبليو جي اس لوحدها، وبعدين اسقط الرود ليفل التانية لعين العبد، الاتنين متطابقين. قافل 1984، شوف الفرق هنا، الخط الابيض بيروح وبيجي ازاي، هو شغله كله مطابق للوحة بالظبط، فمفيش فرق. يعني لو شلت اي واحدة وعملت اي واحدة، الاتنين متطابقين لبعض. معنى الكلام اللي انا بقوله ان دلوقتي، ان احنا لو معانا لوحة زي ما احنا عملنا في الفيديو اللي فات، وحولنا اللوحة دي اللي هي نفس اللوحة اللي معانا دي، حولناها من لوكال يو تي ام عين العبد سعودي اريبيا زون 37 نص، لو حولناها لنظام عالمي اللي هو دبليو جي اس 1984، وسقطنا الاتنين على جوجل ماب، كل لوحة بالديتم بتاعها، الاتنين هيطلعوا فوق بعض مطابقين بالظبط. الاحداثيات هتختلف معايا، كل حاجة هتختلف طبعا، الاحداث هيختلف بسبب ان انا حولت اللوحة من نظام لنظام، بس الاتنين لما باجي اسقطهم على جوجل ايرث بالصيغة بتاعتها المظبوطة، بيجي مطابق للوحة التانية. تمام، يا رب اكون وصلت لكم معلومة كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.